بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، في هذا الفصل التاسع من المساق نظم إدارة قواعد بيانات الجانب العملي، سنتعرف في هذا الفصل على نوع آخر من DDL Data Definition Language، اللي هو التعديل على بناء الجدول. طبعا الهدف منه انه كيف احنا لو احنا انشأنا جدول وبدنا نضيف عمود جديد على الجدول المنشأ، والتعديل على عمود جديد في الجدول، حذف عمود واضافة قيد على الجدول موجود. طبعا نرجع بنقول انه الالتر عبارة عن DDL، لكن الابديت عبارة عن DML. لو بدنا نعدل على جدول بنكتب الالتر. طبعا هنا لو حطينا المؤشر بنكتب الالتر تيبل، هذا اسم الجدول اللي انت بدك تعدل عليه. اد، هذه كلمه محجوزه، كولوم داتا تايب، ونفس الكلام اللي هو عملناه في الكرييت، هذا بنعمل الالتر. يعني الالتر بدنا نضيف عمود. الالتر تيبل اسم الجدول، موديفاي بدنا نعدل على عمود موجود. الالتر تيبل دروب كولوم بدنا نحذف عمود. نشوف هذه كيف بنجيبها ونعمل الكلام هذا على الـ SQL Developer. تمام، لو رحنا على الـ SQL Developer نروح ننشئ جدول، نقول Create Table، اسم الجدول نسميه Test، في قلبه ID، نوعه Number، هو Primary Key، في قلبه نيم، نوع فار كاركتر او فار كاركتر 250 بالشكل هذا، وعملنا رن. قال لي التيبل نيم از اوريدي اكزيست، نسميه تيست تيبل. هي انشانا الجدول، عملنا ريفرش. طبعا هو اوريدي اكزيست، انه ممنوع نضيف جدول موجود لانه اسمه موجود قبل كده. هاي التيبل بالشكل هذا، هاي الكولوم تبعونه، وهي الداتا بتاعته، وهي الكونسترينس اللي موجود عنده برايمري كي بس. احنا عاوزين نعدل عليه، بنقول له ايه بالشكل هذا، الالتر تيبل اسم الجدول تيست تيبل، نقول له اد نسميناه كومن، او نسمي الكولوم جديد نيم نسميه ادرس، هذا نوع بار كاركتر 250 بالشكل هذا. احنا بدنا نعمل اضافه عمود، اد بنقولش كولوم لحاله بضيف الكولوم، اذا كولوم هذه اد ادرس بالشكل هذا، add نشوف ايش بيطلع لنا. invalid alter table alter table test add address بالشكل هذا. ايش قال لي؟ table test alter، انه ضفنا العمود address. لو جينا هنا شفنا الكولوم، عملنا له ريفرش، لقينا الادرس اجى هنا. تمام، هيك احنا ضفنا عمود جديد. كل ما نعمل الالتر للتيبل بضيف انا عمود، ادرس 1 ادرس 2 بالشكل هذا. ايه، ضفنا كمان هذا، وجينا هنا عملنا ريفرش، هنا عندنا ادرس، صار عندنا ادرس 1 و 2 بالشكل هذا، ادرس 2 وادرس 1 حسب ما انا نفذت الكود اللي موجود عندي. طيب التعديل على العمود موجود، بنقول له موديفاي اللاست نيم، خليناها فار كاركتر 30. تمام، لو احنا بنجبناها هذه وعملنا له كوبي ورجعنا لمين؟ للورك شيت اللي عندي، الشاشه اللي بنشتغل عليها، قلنا له الالتر تيبل تيست تي بي موديفاي
الادرس خليه 100. قال لي تيبل التر، لو اجينا على الادرس هنا الكولوم عملنا له ريفريش كان 50 ايش صار؟ 100. تمام؟ واضح؟ هيك احنا عدلنا على جدول موجود. حذف عمود دروب كولوم اسم العمود، تمام؟ لو احنا بدنا نحذف عمود بنقول له دروب ايه؟ دروب كولوم اسم العمود. لو احنا بدنا نحذف الثلاث اعمده هذول الموجودين التر تيبل تي بي بنقول له دروب كولوم ادرس. هيك بيحذف الادرس. لو جينا على التست عملنا ريفرش هذا الادرس راح. تمام؟ هيك بنحذف عمود موجود. إضافة قيود بنقول له alter table add constraints اسم الكونسترينتس والتايب تبعه. تمام؟ إضافة not null مثلا أو تعطيل أو تفعيل constraints أو حذف constraints معين بنعمل له alter. نشوف كيف هذا بنطبقها على الورك شيت هذه. رحنا الالتر تيبل اسم الجدول اسمه تيست تي بي اد كونسترينتس برايمري كي او اد كونسترينتس فورين كي نسميه فورين كي اللي هو مين عندي الفورين كي عندي شغل ممكن هو يكون برايمري كي الاي دي بدي اخليه ريفرنس لمين لايش لامبلويز امبلوي اي دي. هيك انا ايش خليت؟ خليت البرايمري كي عندي في نفس الوقت هو عباره عن فورين كي، لما بدك تيجي تضيفه بيتاكد انه موجود فعلا قبل كده. تمام؟ فعمليه اضافه الاي دي لازم يكون الاي دي هذا موجود في جدول الامبلوي، انا عملته فورين كي مثلا بالشكل التر تيبل دروب كونسترينتس فورين كي. هيك انا عملت له ايه دروب شلت اللي إيه؟ الفورين كي عنه اللي كان موجود. دروب معناها ايش؟ حذف. تمام. اون ديليت كاسكيد قلناها ان ديليت كاسكيد لها ايه حالتين، انه يا اما بحذف الابو والابناء البرايمري كي والفورين كي، يا اما بحذف الفورين البرايمري كي وبحط بدل الفورين كي نل بالشكل هذا التر تيبل اد كونسترينتس فورين كي ضفته ريفرنس ديبارتمنت اون ديليت كاسكيد. هذه بنحطها اون ديليت كاسكيد في حاله انه ايه تمام انه انا بدي انه انا احذف الاب والابناء. تمام. دروب كونسترينتس بيحذف الكونسترينتس، دروب برايمري كي بيحذف البرايمري كي بالشكل هذا. كاسكيد قلنا عنها كاسكيد انه بيحذف البرايمري كي واللي معاه اللي هو ابنائه اللي معاه. تمام. في عندي تعطيل بقول له disable constraints انه انا في حاله انه انا الجدول بدي اضيف فيه برايمري كي وما رضيش عندي يعمل اضافه، فانا ممكن اعمل disable فانا بسمح في التكرار لما انا احذف الفورين كي او البرايمري كي، او ممكن انا اوقف الفورين كي واوقف العلاقه لوقت مؤقت اقول له enable و disable. يعني هنا لو احنا رحنا عملنا الشغل هذا على الجدول اللي موجود عندنا alter table stb disable constraints بدك تجيب اسم الكونسترينتس على التي بي. ايش في عندك كونسترينتس؟ برايمري كي. شايف كيف باخده زي ما هو هيك بعمل له كنترول سي كوبي وبروح هنا بقول له ايه disable constraints هذا. name constraints does not exist فيش عنده constraints اسمه كذا constraint type constraints name هاي اسف انا طبعا هو باي ديفولت روح انا حطيت له برايمري كي ما سميتوش فهو هنا اخذ له اسم فاخذت الاسم تبعه وعملت له ايه disable لل constraints هذا فايه الالتر بطل عندي ايه constraints. لو انا قلت له enable بروح بعمل له ايه enable و disable لل constraints لقيت يعني انا بدي اوقف قيد معين لوقت معين او بدي اشغل القيد هذا.
هنا من الممكن تفعيل قيد معين عن طريق جملة alter table باستخدام enable، نفس الحاجة اللي قلناها توي. يتم تعريف فهرس بشكل تلقائي عند تفعيل مفتاح أساسي أو مفتاح فريد، لو كان يونيك بحط عليه index. أنا بأنصح إنه أي واحد بده يحط فهرس إنه يشوف البيانات اللي بتكون في شرط الوير، يعني لو أنا عندي وير الإمبلوي آي دي، وير الديبارتمنت آي دي، أي حقل بنحط في الوير حطه إندكس، بتكون جملة السيلكت أسرع في الاستجابة. هيك بنكون خلصنا الفصل التاسع لمساق اللي هو الاس كيو ال، الجانب العملي. اتمنى انه تكون الامور واضحه، واسال الله التوفيق لنا ولكم في الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.